الشهداء الخمسة الذين قضوا في نفق لكتائب القسام يشيعون في مسيرة حاشدة في مدينة غزة. الحادثة التي لم تكن الأولى تكشف عن عمل منظم للمقاومة لم يتوقف رغم حالة التهدئة التي ثبتت في تشرين الثاني من العام 2012 بعد عدوان إسرائيلي واسع. المقاومة الفلسطينية بخير ولا تزال بخير، هذا دليل واضح بأن المقاومة الفلسطينية ليل نهار تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخير دليل أن المقاومة الفلسطينية لا تنام الليل. هذه الأنفاق تحت الأرض فوق الأرض، المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام لن تصمت على هذا العدوان، ولذلك سوف نواجه هذا العدو بكافة الإمكانيات. الأنفاق سلاح قوي بيد المقاومة أدى أدوارا أساسية خلال سنوات سابقة وسيؤدي أدوارا أكبر وفقا للمراقبين في أي مواجهة مقبلة مع الاحتلال، بصورة تجعل من الأنفاق أحد عوامل الضعف لديه، ضعف يتزامن مع تراجع في العمل الاستخباري في قطاع غزة جراء حملات مكافحة التخابر التي شنتها الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية. لقد دفعنا أثمانا غالية على طريق امتلاك سلاح الصواريخ، ودفعنا أثمان غالية من خيرة شهدائنا عندما امتلكنا سلاح العبوات والمتفجرات وغيرها، واليوم ندفع أثمان على طريق الأنفاق. أنا أقول هذا الإبداع من إبداعات المقاومة سيتعزز أكثر وأكثر، لأنه هي جزء من الحرب التي سنواجه بها عدونا. اكتشاف الاحتلال لما عرف بالنفق الكبير شرق خان يونس قبل عدة أشهر يعكس طبيعة المعركة المقبلة، معركة تعمل المقاومة على البحث عن وسائل جديدة لتحقيق قوة ردع كافية للاحتلال خلالها، خصوصا في ظل ما لحق بقدراتها التسليحية من أضرار كبيرة بعد تدمير الأنفاق مع مصر. الشعب الفلسطيني له حق الكامل بالمقاومة والإعداد، والمقاومة هنا في غزة تعيش حالتين، إما أن تستعد للمقاومة وإما أن تمارس المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ما جرى من يعني من هبوط أحد الأنفاق واستشهاد خمسة هو ناجم عن استعدادات المقاومة الطبيعية ضد أي عدوان قادم على قطاع غزة. أنفاق المقاومة إذن سلاح استراتيجي سيغير وجه المعركة المرتقبة بين المقاومة وبين الاحتلال، سلاح تم من خلاله أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، ويتوقع الخبراء أن يستخدم على نطاق واسع كمحور ضعف في خاصرة جيش الاحتلال. لتلفزيون القدس محمد الأسطل، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com، ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.